وش جابه؟ جابه ما تقول ليش جابه؟ واحنا حكينا وقلنا عمي ما يخالف هسه صحك ومواكب والليله والليله عزا موجود وخوب مو هاي شهيد الجمعه الدنيا مقلوبه بي بس ما احكي هذا الحكي ما اطلع فيش خطوه ما اطلع ليل عمي ليل هذا ما يتامن انتم تدرون شنو هو الشيطان؟ ان الشيطان شكل الى وجود صورة حيوان ان الشيطان يتصور كصورة المصارع بعد منتصف الليل سمع حيدر مكالمة مع مهدي يهددونه فيها حول وجوده في بيته بعد أن علم آل يعقوب أن هذا الرجل صار طرفا في هذه القضية لذلك قرر حيدر أن يغادر المكان سريعا حتى لا يضع مهدي بإحراج مع فرج فاتجه إلى مدينة سوق الشيوخ وهي مغامرة أجبر عليها بعد أن كان يفترض عليه أن تصله رسالة من مسلم تخبره بواقع سوق الشيوخ وهل هي آمنة ليأتي إليها أم لا ولكنه قرر الذهاب مستعينا بأصحاب حسن الذين وعدوا بحمايته مهما كانت النتائج. دواكم الله. الحمد لله على السلامة. أبو سبيل. دواكم الله. دواك الله مولاي دواك الله سيدي. دخل سلاحكم جوا وين أبو جنة؟ أبو جنة. الله يخليك. أبو جنة عيني. أبوي. دخل سلاحكم جوا دخل سلاحكم جوا. رحم الله من القائل الفاتح. جواكم الله ابويا الحمد لله على سلامتكم الله يسلمكم جواك الله ابويا زنوب الله يساعدك الحمد لله على سلامتك ان شاء الله الامور طيبه هنا وامان وام عبد الله ختنه واهلها غانمين وسالمين امني لا لا ان شاء الله امان امان كامل وهذا الموضوع مال قضيه الكاميرات الحل تماما الليله سابعه تدري بعد ان ست ايام عطله ماكو شيء وراها ان شاء الله مباشره انا بس يبدا الدوام ناخذ امر المحكمه ونمشي هالقضيه ويظل انا اقول وباشر عقبه يظل عرضك ابيض وسليمه وما يقدر لا فرج ولا غيري يمس هالطور ولا يقدر يلثكها بلثقه واحده يلا انا اسلمك بيد الله لا ان شاء الله ان شاء الله هسه اشوف الولد
مصطفى خاص الله يعينك. 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 إذا هوس ما يقدر يكبر ولا يقدر يوصل. ما يقدر نحط بموقف محرج ما يقدر نحط واحد بموقف محرج. سيد كلش يعني تأديت أنا شخابروه يهددون بي وشفته بموقف كلش محرج طلعنا. أسرع. قال والله سمعنا بقصة روحنا قصة تستشفى قصة السيدة زينب. خير. الله يحميك إن شاء الله. أروح وارجع لكم خذ راحتكم خذ راحتكم. ورجع خذ. أبوي أبوي سلم أنا هم مثل خالتي أدو عقل ما تقصر عنها عليكم السلام أنا نواف السلام أتاك الباقي حاشيني حاشيني عندك مكان لو لا إياه من ربعك إياه من ربعك تثق به هنا عباس وين عباس عباس بيت وين صحيح عباس ما رأى فزت أخوي تعالي في دور واحدة بعد قام بخوي أبوي من قلت بره ما بقلق مريت أبو جن احكي كم حاشي بيتكم وين انتم؟ بيتكم بيتكم يمدل سي جعفر زاينا تخوش يا هل بيه هسه هسه حاليا؟ اي هسه هو انه مو اختي واثنين هنا انا خابرتين قالوا بزيارة امان امان شاهي خبي خالف ترتب لي باشر تنتظر قصدك الروح مباشر ما تجهزون اللي هنا باشر انا اعطيكم خبر مصباح خبرك وتنتهي الموضوع هذا يسلمك الله يرضى عنك الله يلا مع السلامه الله مبارك على نفسك يا علي تربيتنا ما قصدك ابو جنه بس من رخصتك اشوف زينب بعد روحي الله يحفظك الله يخليك شلون شخالك شوف زينب بعد قلبي كفو منك ما قصرتي تدور روح لك الله يحفظك بدون قلبك امان مع عبد الله اي شيء تحتاج بخدمتك الله يحفظك ابو العباس ابو فاضل امان ما قصرت العباس لو تبقى سنه اعرف والله كفو منك ممنون ممنون هلا ابو جنه فدوا روح لك محتاج شيء؟ لا انت شلون؟ اهلا زينب جيب لك ماي اكل اسلاحي موجود ماكو شيء ماكو شيء لا تخافي والله كاظم وسوي المواكب واحنا رجينا هنا على ما حد يحس بينا كل شيء كل شيء لا تخافي بس قولي لي انت زينه زينه احتاج شيء اكل اكلتي خلي اجيب لك شكل بس انا بالي مهدي ماكو شيء والله العظيم طيب اشيل الاشياء الولد من ورانا جاي يديك انا خجلان من جاوب وش اقول تعرفين وين حط الموقف محرج وانا حطيت الموقف من دايرتونا خطيه ما طول طلعنا منه ما يتحدى وانا هسه خابره شوي وجاي يديك جاي يديك على عماد بس خجلان من شو اقول قلت لعماد لا تجاوب رحم الله من قرا سوره الفاتحه على روح الشهيد حسن والشهيد قاسم تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. الله صلي على محمد وآل محمد. أحسنت. أحسنت. الله بك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نستعين. إياك نستعين. بسم سيد. سيد مولانا. أبوك أبو الفضل. والله حسن سيد رحمه الله والديه حسن سيد مهدي الداني جاي يدق هو نعم شو يا حسن شو يا تليفون شو يزق مهدي خو ماكش لا لا بس خليه يدوم رحمه الله والديه رحمه الله والديه شو راك الله رحمه الله والديه الله يحفظك سيد الله حياكم الو هذا مهدي بعد قلبي انا حيدر حيدر وياك بعد قلبي شلونك روح لك فدوه والعباس ابو فاضل ما قصرت بس انا حسيت بيك وحسيت بالموقف اللي صار وياك والعباس اختنقت كلش يعني انت بموقف محرج وانا بموقف محرج فاحسن لي ارجع للسوق لا مهدي والله ما قصرت روح لك فدوه كفو منك كفو منك والله بس لازم ما منها ما منها بس انا اقول لك دير بالك على نفسك لا يوصلوا لك ولا تقلق علينا ماكو شيء ان شاء الله ماكو شيء بخير بخير والله خاله ما اعرف شلون اجازيك والله العظيم انا اشكرك الساعه ورجاج ولا تحتاج شيء وجنيه ما تقصرين ما تقصرين يرحم والديك تمام
الله يسلمك. شلونك؟ تحتاج شيء؟ لا. ها؟ لا ما زين ما تاكل شيء شوي؟ لا حيدر. بعدين ايش العب بس؟ والله اريد انام. بس بعدين تفضل قلت ما اكلت انت بس بس لي والله ما خاطرك. الله يعطيك العافيه. يلا نام. واي شيء تحتاجينه انا يمك هنا. خوش؟ نام. صحين. نام انت. ان شاء الله ان شاء الله. يقول يا هاي المواكب هاي الناس طالعة كلها ما شاء الله سلام الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله حفظك ورعاك أبو جنة بعد روحي أنا تعبتك والله العظيم لا وعلى هذا الحجم أروح لك فدوة هذا موقفك ما أنسى طول حياتي والله العظيم بس أنا أريد أقول لك شيء أنت تعرف قالك وأنا عندي مسؤولية خيت وياي فما أريد تنحط بموقف صعب أنا خادم فدوة أروح لك أنا وخيوتي كفو ولد عمي كفو وامه وابو بس انا اريد مكان ثاني خاف يجون نطلع منه ايه اكو موجود نطلع منه انا ولد عمي خوش ولد خالي ولدنا موجودين ولدنا كل قربان سيد قائد جماعتنا بالقربان اه موجودين والله يعني احنا نقدر نطلع منه نفطر وقف شيء الجمعه فعلا وقف شيء الجمعه اذا منا مثلا شيء صاير نقدر من هي كعبة ما يشوفوني أنا بس أريد أكون نزلة ثانية خايف يصير هذا الشارع الثاني قبل يدبك على ماكو شيء نفتر منها ماكو شيء بسيطة كلش بسيطة هناك ولد خالي ولد عمي ربعي عاشتيد 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 أبو جنة ذهب بدي أروح لك الله يحفظك شاهد فرحان بالعكس والله ما خسرت قواك الله بجنك عبد الرحمن ما قصرت كفو منك والله حياكم الله بيتكم اخويا شنو زاحمتوني رحمه بس تفضل اخويا يا اخوي هنا بس امي واختي واثنينهم بالزياره حياكم الله تفضل يا وليد بيتكم ما حد بالبيت تفضل يا وليد زين جعفر ما اخويا وين انت معزبهم هذا بيتك تفضل يا ولد تفضل تفضل يا ولد هلا فيك ها يا ولد حيدر يلا سيد كمل على راحتك سيد جعفر انت اسم عباس بس هاي المره شلون تشتغل منا يا محمود يا سيد مرخص اي ما هو ما حد مخابر على ابو مسلم وين حد خابر ها يا عشتي لا حد يخابر يا ولدي اقبال لا يخابر احد عرف انا خابر جماعه تصير حتى نوصل النتيجه تاخير طيب بدكم ان شاء الله بايت له مكان ما في شيء اخوي جوز رايح للصدي وهم ما راضي يقول لك ورط العالم لا خلينا نجيب لك بلاص هم يقول لك مرضى ورط العالم ما روح الواحد عرف يا هذا الناس حبازي من يروح من يروح هاي السؤال لا خليه رجع الموضوع هذا مجلس هاي سالفتكم ما تبطلوها كل ما يطلع واحد وقلتوا اهدى لا تسوي ولا تجي خليك هنا خليك هنا ما يصير عماد والله ما يصير عوف الواحد براحته يعني هسه انت هذا الموقف تريدنا انا قاعد هناك ابو حسين هاي هاي عمزش مالك خويا شو السالفه معود تعال استريت فاضل عم غض غض تعال فاضل هنا شو يقولكم قاعد توكلين على الله ان شاء الله انا راح اخذهم اشوف الولد وبك تشوف زينب هي مسولف وياها ومن هناك نطلع هي هم نشتهي شوي تشوف نمر على ستار ناخذه يعني صدق انت تعبان وناخذ البنات ما عندنا شيء احنا ما عندنا تعبان صحيح ما يخالف بس انت تحمل اصبر عليها تشوف وضعها تعبان جاي روح البنايه غير على الموته اذا هي لا جنازه شافت ولا حضرت وياهم بالتشييع
ايش تسوي؟ على الاقل خليه يطيع واحد. هذا امره. ما عندنا تاخير، احنا هم ما عندنا تاخير. والله انا راح اروح وياكم. لا لا ما تروحين ولا تمشين، اي طلعتنا وحده، طلعتنا وحده. نمر على الجماعه نطلع. واخذ الجماعه وياي اخذ ستار وجماعه والبنات ونطلع. نزور الامام علي ونزور المقبره وراجعين، تاخير ما عندنا بيوم ولا شيء. يلا يلا توكل على الله. يلا ابوي. اسرع ابوي. يلا توكلنا على الله. قول يا الله، قول يا الله، قول يا الله، قول يا الله. يا علي بن ابي طالب. يا الله الله يسهلكم. الله يعينك ان شاء الله. الله يعينك ان شاء الله. يرضى عليكم على روحكم. فطوم جده. جواكم الله والله قلقتونا روحنا خايفين عليكم جواكم الله ما عاد قلبي الله يحفظك شلونك شو اخبارك؟ عاملين الحمد لله الحمد لله كل شيء انت شلونكم شو الاخبار؟ الامور ماشيه وعلى خير ان شاء الله راح تروحوا للنجف؟ احنا طالعين ان شاء الله رايح للنجف ان شاء الله اسراء ويانا جبتها اسراء اي بو ايش السالفه؟ ما يخالف ما يخالف ابوها رايح وياها وخالها رايح وياها ماكو شيء ابوي انت شلون قبلت؟ يعني مو اعوفه والله ما ادري لا حضرت بجنازه ولا حضرت بتشيع خليها طب ما يصير تطلع خليها بالبيت خلتها على هي هي تي تطبخ شوكه خليها تطبخ شوكه ان شاء الله الاربعين وانا بالسياره برا بالسياره زينب هنا موجوده زينب موجوده بس شوف لي خلف خليني اشوف اسلم عليها خوش حتى نشوف اختها وياها يلا السلام عليكم زينب اسراء ايه سيد سيد صادق طب جوا زينب خذيها طب جوا استريح عم استريح انا قاعد هنا انا قاعد هنا مرتاح شلونك عمي والله ضلبان عليك هاي الحمد لله شكرا هذا سالفته مو سالفه هانت ما بقى شيء بس تخلص هاي ثلاث ايام انا بس هاي اللي اريدكم ديروا بالكم انا مأمن لنا هذا المكان امان لا ماكش جهز حالك وسلاحك وشباب وياكم لا تخاف علينا عمي لا تخاف بس هاي هن ذن اليوم الفدر ان شاء الله ان شاء الله تخلص ويخلص العاشر وبلش احنا مو مهبطين لا وراها عمي وراها يصير خير يصير خير احنا مو مهبطين يا ابوي انت ما تدري احسن من عند 10 مرات والله العظيم وروح ابوي بس قد تخلص هاي وتعدى على خير انا اروح لو انا سولف فيها واعرف شو يصير انت تعرف هاشم مش حاشي لعنه وتعرف السوالف كلها والله العظيم الا فضحه بالناصريه كلها ويرجع منين ما اجى صدتي ماما قالت مريضة والله أنا زين ما أدري والله ما أدري أنت أجي لا لا حبيبتي أجي هاي الأيام والله أجي هاي الأيام بس انت للتعبي ماما على كيف شو يا خطيه والله عافية حبيبتي عافية اجي هاي الايام شديد اتجي من الباب وقت راح تشوي شو تعبي يا هندني فتنة يا مامي ايش قالت الحين؟ شو قنعتها؟ شو قنعت؟ حسن بالموكب وزينب بالبيت مو الدنيا مامي حسن علي كل ساعة صلى علي قاعدة اشوفه بس اشوفه يسألني علي يسألني عن ابوي رقية يندق الباب الصيح بابا تخليني احس بروحه جاي لا صدق شيء ما أقدر أشوف البنات بعد يا شارتي من دانيا يا جايين من دانيا يا رايحين هنا متى عليكم بالشوارع
ما بفتح ليلي ونهاري، ما أدري يمت النوم يمت نقعد، وأنا ما متعودة على الشباب حسرة. أدري بيجي ما أدري، إحنا يوم طالعين ونفتح ونسكون إيش نسوي؟ الكابتن فيصل وأنا قلت أسلمني وخلص، خليه يموتني ويركض حتى يقتلني، خليه يقتلني أنا هيج هيج ميت، أنا جاي أموت هسه. كنا إحنا ميتين، جاهم ماتوا على مودي الطوج، عيني عليهم ماتوا على مودي، مو على مودج والله حسن ونحسين جان حسن، صلى يوم جان يوم قبل لا يموت وحاس فز من النوم يودع بالبنات، ما أدري أنا يا رب الفاتحة لك، لا تشيعة، لا شفت وفاة وساعدتك، هي سودة علي الواحد كتبته، شو تسوي؟ ما شبعت من لوقات، الله ما شبعت، إيش قاعد يصير؟ شو أحكي لك؟ كيف تاكلون، تشربون، تنامون، شو تعجز كل عيون صاير فيهم؟ زين، يلا سيد ننتظر. أزور حبيبي بسرعة. بس ترى هذا البال حسن منا راح ومنا أنتي ما راح أصدي عايز البالي تشكال أرجع كنت موجود حب حبيب تديري أرجع على نفسك وعلي ما توصل يلا يسلمكم الله هلا هلا مولاي حياك الله حياك الله أهلا وسهلا يلا ابويا يلا استعجل خواتك يلا با يلا بابا بسرعة بسرعة سيد الجماعة بأمان اي كلهم بأمان خليتهم بيت ولد عباس صاحبهم ابو ستوت اتذكر اللي اتذكر امنت عليهم سيد باقر وسيد جعفر حطيتهم هنا واحد براس الشارع وواحد بالدربونة ومع ذلك البيت هذا عماد شوية بها الطفقة هاي وياهم قاعد بالبيت امن عليه ماكو امان ماكو مشكلة عندهم كلهم زينب هسه كلها قاعدة وياهم وطالب هذا ان شاء الله نقدر نتصل عليهم؟ ايوه خلي احكي وياهم شوي حتى هم اطمنهم بنفس الوقت طمن نظر طمن الله يبارك اسرع الله يساعدك الله يساعدك يلا ما يخاف يلا ابوي قواك ترى تعبان انت علما جبتها وياك اسرع يا سيد ما تقدر ما يخالف انا جهاله خليتهم يا حبوبتهم بس معروف خطيه ابوي حيدر الله يساعدك قواك الله شوف خاف شي مشعول هذا خالك وياك اللي حاشيك حيدر شلونك خالي شلون صحتك قضي اذا حصلنا امر من القاضي وهذا الولد اطانا التسجيل ما عندنا اي مشكله ان شاء الله الامور تمام انتم حاولوا شلون ما تشوهن تحافظون على ارواحكم ذن الايام والامور سهله ان شاء الله هاي وياك هذا حيل ابو الو اخوي شلونك شلون صح؟ يلا شلونكم زينين؟ شنو وضعكم؟ يعني ثلاث ايام بس تخلص العاشر تنحل ان شاء الله. ان شاء الله. زينب وين؟ احكي وياها. حبيبتي. قلبي شلونك؟ اي حبيبتي انت دير بالك على نفسك. احنا رايحين للنجا. اي ما قدرنا نسوي
تعال نسوي ثواب. اي خال وياي اسره وياي واشواق كلهم الجهال. اي حبيبتي انتي درباش على نفسك قولي لي حيدر ان شاء الله بس هاي الايام خلصت بس يخلص العاشر ماشي كلش درباش على نفسك ماشي ماشي حبيبتي ماشي امي يلا يلا الله يرجع. العام هاي حيدر العام هم محرم هيك ايام صديق لا سامح الله وفارقني وداعك أسألك بالله زين باني لو جبل وعرفي مع السلامة لو قلت حسيني من باكر الدين لو نويتي. جواد اهلا بيك شلونك؟ الله يخليك الحمد لله. جواد شنو وضع المدرسه؟ جاي يحضرون؟ لا لا عادي لا عادي انا اصلا نسيت ذاك اليوم وراح الموقف يعني وانا ادري بيك كنت انا ادري بيك كنت وضعك شويه كان وضعك شويه مو زين وانا ادري بيك. ويانا بكربلة جيت أزور وأنا دعي لك إن شاء الله ها؟ لا أبوي منين أزعل أنا غير هو باب رزق أنا ما عندي غيره لا ما زعلت جيت أزور والله أنا بكربلة مباشر إن شاء الله أوصل لا محشوم لا شنو ناصب عليك شنو لا أنا بكربلة يا مواد يم المعزب وطلعت برا احكي وياك لان نايمين زوار جوا. ها حبيبي. شو ود انا اسوق الشيخ ابوي انا بكربله. هو وين حيدر انا الاقيه حيدر؟ ابوي مو يم حيدر انا يم معزب بكربله وهسه نايمين زوار جوا وانا طلعت برا خابرك هد شوف شو تريد هواي دقيت. ابوي يا حيدر. شنو طايح حظك انت تايه لك انا؟ انا احكي عدل غصبا ما عليك وين انا بكربلة اقول لك شبيك نواف سد 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 شنو غير والحسين اكسر ظهرك شنو انا تايه لك طيح حظي ما عندي وادم وراي لا مو صر انا بالحقيقه سبع وبالتليفون سبع لا ظل تاخذني بحي انت طافي حبيبي انت طافي انت لو صاحي ما اصلا ناسين انت منو نواف ما تعرف نواف سد بك خلي سد بوي يلا يلا عندي شغل عندي شغل عندي شغل في مال لا في مال لا عندي شغل في مال لا في مال شنو شيري ايش حكي لح 16 مكالمه هذا 15 مكالمه شي يقول لك قلت بالسوق يا حيدر ما ادري شنو قلت له ما عند الحيدر انا كربل تخيل ولا انا طافي ولدي يسوي له طافي هو ولدي خلص الليله اي طافي منين عرفه ما اعرف لا عماد هو هسه حكي اعرف هسه هو حكي كذي هذا واحد لا تلط وطافي هسه كل شيء وعد ربي اي قال له انت وياه لا انت بعد ما لا جت بلسه جت بلسه شنو شمش مخبار سيد عماد حيدر قال له انت وياه وانت خلينا نعدي وي خلينا نطلع الله يخليك وين تطلع روح للحسينيه عندنا مربين هنا عماد عماد اروح لك شنو تقول عليه الوادي صدق شنو تقول عليك الوادي بس ما طلع بس اسمع هو احنا مو خطاب بس خله حاجي طب جو صل على لا خلينا نطلع بروح حسن خلنا نطلع عماد والعباس يطبون علينا ويقولون لنا هنا بالبيت ايش اسوي لنا ساعه يا حيط خايس ايش هم بس خلنا حاشينا شايف بالعباس ابو فاضل هاي وادمنا هاي جيراننا كلهم مصايب ايه؟ صفاره ما حد ما اريد نذل العالم ما تنذل ما اريد نذل العالم اروح لك فدوه اسمعني هسه اسمعني اروح لك فدوه باكر الصبح لازم اطلع خلونا نطلع هسه ما ابقى احنا لا هسه وين انا قلت لك حالف ما طبي قلت لك حالف ما طبي وجيت انا هنا لين ماكو احد تريد شنو اريد باكر الصبح نطلع ما نبقى هنا خوش صلي على محمد وطب جوه اخوي ما انت مطفايه شوف لنا سالفه بس لا تخابر واحد عرف لا لا شو خابر واحد عرف انا ما جاي احصل واحد يعني شنو اختفى بس قل لي ما ادري شنو مات يعني انا راح اتخبل والله العظيم ما ادري انا والله والله بالي يمه وقلبه يمه شنو الراي عماد شنو الراي نطلع حسن نطلع والله نروح للحسينية لا تخبص الدنيا نام مرتاح يطلع الصبح ونطلع ولو هي بيها زحمه بس اسمعوني شباب رحم الله والديكم
احنا يعني الموضوع خطر وهن ثلاث ساعات اربعة راح ننامن. يخلي اثنين من عندنا انا قاعد زين واجبات بالباب انا والواحد ونسوي دوريه ما عندنا شيء اي انا والواحد لا مو جبهه يا اخي حتى الناس مرتاحين الله يخليك طافي طافي اجواد ما ادري والله ما ادري اجواد طافي يريد يخلص الليل براسي الوادم معودين خيره الوادم والزين اخويا والنعمه ايش قايل انا عليك العباس تخاف وتقلق فوق كل حفظ الله ابو بنين اخويا الله يوفقك صدق تخلي لنا يوم يلا 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 منطقتنا والله ما يطبل هذا هاي هاي سيد جعفر 24 ساعه عبايس سيد قائد وين سيد قائد هسه هم مجلسهم كملوا يظلون قاعدين حكيت وياه على موضوع باكر حكيت وياه وقلت لاخويا باسل بالحسينيه وقال هلا وميت هلا هاي هي يا ولد بعد لا ارتاحوا ناموا لا العالم لا تقلق نطلع منه وما خشوا زينك شنو وضعها زينك تحكي وياه وارتاح تعال تمدد وارتاح احنا نرتاح الواحد زينب بنت هاشم الحلوه زينب ها روح لك فدوه انا اخذ طاقتي من عندك ما اريد شيء شو اسوي هاي قدر رب العالمين صار ويانا لازم نكون اخويا هاي اختبار روحنا لازم نكون قد السيده زينب سلام الله عليها قلت له اربعه ولدها قدامها واخوها شايل راسه وهي بقت قويه من راحت شافت يزيد كسرته بقوته وانا ليش قويه تمتلك نصير قوية ايه عندي فكرة عندش فكرة؟ ايه خوش بس اسمع حالي الأخير اسمع حالي الأخير لو تفكر صدق حيلة نروح أنا وياك وسيد سابق للفرج وتسلمني إله بس يعني أنت تروح تسلمني وتروح أنا وياك وسيد صادق وعم حبيب روح الفرج ايه روح الفرج ايه وانت تروح وانا اوقف بالباب لو اصلا ما اجي يعني لا توصلني وتروح خوش ايه وروح يمها بس تريدين افكر جاي احكي صدق ايه يكتلج افكر بيها هم ارجع اقول لك يكتلج يجوز لا هو زين شيري يجوز يقهر علي بعد روح بس بتهمين هو شي يريد هو يريد يشوه سمعت بيت عاشم يريد يكتلني وكتلكم وانتي انت سمعت بيت عاشم أقول لك أنت هسه مقهورة على حسن وقاسم؟ أنا ميتة عليهم الله يرحمهم أنا همت لك مقهور بس أصفق لهم عيالهم ماتوا يدافعون على الحق يدافعون على أختهم إذا عندك فكرة ثانية خوش اليوم هواي أفكار هو مو يريدني لهاشم؟ إيه أنا قاعد زينب بنت هاشم ليش؟ إيه حتى يوقف هذا الدم تكتلت العالم عليه إيش تقول؟ هي هذا أمر الله لازم نكون إحنا قد هاي هذا اختبار من رب العالمين. أنا ما أتحمل أنت تموت على مودي بعد ها يدي احتمال ما يقتلني. لا يكتلج. إيه بس احتمال. تعلمين الفرج. بس احتمال أنا أعرفه. ينقهر علي يجوا. من ينقهر عليك فرج ما ينقهر على أحد. هو متنرفز منك. أنت هاشم أنت بيت هاشم شلون صدفة اليوم السابع مال حسن وقاسم. سابع مال الإمام سلام الله عليه بفضل العباس خير وأنا كل سنة بالمواكب ألطمها سنة أنا يمك كافلك هنيالي هنيالي زينب شد غالي كان نتسرى العام إحنا نطبخ كل سنة نطبخ وراح نرجع نطبخ بس خليش قوية خوش أنا قوية عفش تنامي لا قيمي قيمك يرجعك مني شلون حلو زينب؟ كنت أنا ما أقدر أعبر لك أنا أنا قد أحبك ما عندي شيء بالدنيا غيرك خيتي تدرين تدرين كنت لا ما تدرين أدريك تحبني وأنا أموت عليك هاي المواقف خلتني سوى سبحان رب العالمين إلى راد بي حتى بين لك أنا قد أحبك ومستعد كل شيء سوى على مودك بس المهم أنت تكونين بخير بس هالخوة المقضية شجي بالعباس
حياتي وحيله الهاي الشيله المسبيه وين مقاودي الخو ذاك الوعته ليش تفوفه مدفونه واختبعته تشاغيلها عباس نسيت كيل وليته هسه تدوري تفوف تطوب الحيته كل هاي الناس ما بيها احساس مثل العباس بعيون اخته الما يمر بيها النده مشوا بيها مقيده يا ناس هالوحده وايتاخر وايتاخر قبل ليلتين من يوم العاشر أخذ حيدر وزينب ينتقلان من بيت لآخر من بيوت الأصحاب الأوفياء وبعض بيوت المقربين من آل هاشم حتى أن حيدر وجد ضالته في الحسينية للاختباء فيها علها تبعد الشيطان عنه. أما بالنسبة لزينب فقد جلست في نفس المكان الذي اعتاد حسن الجلوس فيه دائما. خلي شوف ايش قوية صلي على محمد خوش بس جاي بس هما هاليوم نافع صح زين انت ايه قولي يا الله يا الله يا محمد يا علي قواك الله عمري يا عمي شلونك يعطيك الباقي يعطيك الباقي شلونك عمي الله يخلف عليك ان شاء الله والحمد لله بعد هذا امر الله يعني لا بيد الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر ونعم بالله احنا موجودين ما تقصر عمي ما تقصر تسلم تسلم عمي تسلم شلونك عمي الحمد لله زين لقينا هم القبور بانين هالولد وهم انا شلون اختاريت صور ما عرفت من شانه بالواقع الحالي هم اختاريت صور حلوه حطيتها شنو مسلم من امس دزيته ما خابر ما خابركم ما وصلت شيء ماكو وقت جاي يشوف الوضع انت الشارع ما تعرف شو اللي يجوز عند صاحبه مر على صاحبه ماكو ما يسوي انا دزيته انت بس اهدى الله تليفونه طافي الشوارع مواكب سادتها والناس تدق عزا وتنطم وتيدي يفطر لك فيه بشيله وين راح؟ رايح 100% روح صاحبي هاي صار له يومين ماكو حويلك حويلك والله البارحة وانا وصلت لي معلومات جماعة فرج يفترون بالشوارع يلا اسمع حجي فانت شنو قاعد بالحسينية ابوي خلينا ناخذه ويانا ونروح عمي انا ما اعرف لا ابوي قال ولد منتظريني وياي لا لا وياي لا وراح بعد بنعمل الثلج وكل شيء ماشي هيدا بعد روح الدور هسه الدور ما تردون هسه انا حلفت ما اطب بيت جهال حسن جانب لياك ما جهال حسن بالبيت انا اروح لكم فدوى بس خد تقضى هاليومين ما اريد اروح البيت ما اريد اطلع هيدا هاي اليوم خليه هيدا هنا ولدنا واقفين وماكو شيء هيدا عم تستهدى بالرحمن على الشيطان انت قول يلا قول يلا هسه انت عندك قضيه هيدا عاد احكي يا عمامي على صفه خلي بالمحكمه ماشي هيدا عاد احكي يوم الوحده
اي يلا خوش خوش انا تاني كمبر ان شاء الله. انتم تدرون حيدر راح يموت؟ مو تدرون؟ من اللي شال حكي؟ شنو مين اللي هذا الحكي؟ مو كلهم ماتوا؟ وماتوا يموت؟ اي يعني كل مين من ورايا؟ من وراي صلي على محمد ايش يلا يعني يقول يا الله بس عمي بس اسمعني بس اسمعني بس اسمعني انا خابره اعطوني تليفون انا خابره الفرج وش يسوي يجي ياخذني مو يريدني واحنا موجودين او دقي ايش يسوي واحنا موجودين ايش يسوي عمي اروح لك فدوى والله انا مو طفله انا مدركه الجاي يصير انت مدرك اي كله ادري السالفه كلها حكي صغار مو حكي صغار عمي مو صغار مو صغار انت ستي حسن وقاسم مو راحوا من ورا راحوا ورحمه الله والحمد لله والشكر الله يرحمهم دار حقهم ومشوا على بصيره تنعاد ويا حيدر وعليكم وعليهم كلهم مين يمنا مالش علاقه احنا غير انفضها غير انفضها عمي انفضها فض عمي تفض إيه احنا موجودين احنا راح نتصدالك هي مو تفض من انا اروح شي تروح لمن بس تسلم لي اياهم لا تسلمني انت انا خاطر سمع مني سمع مني من قال لي سمع مني انت ابوي احسن من سيده زينب عليها احسن من سيده زينب اخوانها ماتوا ولا ما ماتوا وقدامها ماتوا وقدامها طاحوا ايش سوت يومين خلاص والله ما عاد لا ده دقعدي هتعوف سوالف هاي عمي بويا خلاص عمي دقعدي تشي قام خلاص خلاص انا جهزت كل شيء مالك علاقه بهذا مالك علاقه بهذا مالك علاقه بهذا ما اريد اروح عمي بابا احنا موجودين علاقه البيت انا بس اروح اقول لا لكم احنا شنو وجودنا المجلس راح يصير عمي انت مو تحب هاشم خذ اطلع خليق المجلس تعال وين نروح كل ساعه امشي هسه والله كل ساعه ولي الله يعود اغسل لك كذي الدنيا بعد بخير والحمد لله والشكر يا بخير مو راحوا موجودين يا ابوي المن موجودين احنا وجودنا شنو انا عيني وراسي لا حيدر هذا الحكي مو يمك ما يحكون خلصت ما زال احنا موجودين وداعتك لو يصير الجيش هسه كبار مو فرج والله ما جاي اتحمل عمي ما جاي اتحمل هاي ما تهضم التهضم سمعوا هاي شنو التهضم مره مرة قبال اخوتها طلعت شاردة اي مرة قبال اخوتها طلعت السلام عليكم جواك الله سيد جعفر سيد بعد قلب شنو يا الريحة غاز هذا غاز الثلج كله سيد ايه كله سيد وقي انا ما اريد باقر يجي اصلا بس خليه يجي بيت سيد قائد وانا اقول لك الخاش بس انا حافظ ويا الولد انا بس افارقهم ما يموت ذاك مسودا جاوب بنادم جاوب بنادم ويسمع الحكي مسودا هم كاظ سلاح ولا راح عليه ويا انا رجع وقنعه غاب الخاطر امك ايش بيك؟ لا تعرف مكاني صحيح والله انا تقنع لابوك او ما اخليك قنع لابوك انا اخليه قنع لي ويرد اي انا صحة ونافع ونافع يلا خذ امشي وين نافع يا عيني فاضل ان شاء الله فاضل شوف الدنيا
عندنا شيء احنا بس خمبو هاي صار شو يصير خمبو شمبوية ما اوصيكم بعد احنا ما نريد تهور الوضع جاي يشوفونا برا شلون ها نريدكم هدوء بس هاليومين قلنا هاليومين انا طالع برا ارتب الوضع وان شاء الله كل اللي تريدونه يصير تعال شويه تعال ان شاء الله يصير ان شاء الله لا تحملوا الو ابوي الله يساعدك شلونك الله يسلمك قواك الله شلونكم زينين والله كلهم زينين بخير الله يسلمك والله زينين ابوي بس تعبانين اي والله طبعا كنا بالحسينيه والحسينيه بيها مجلس فجينا هاي هنا اكو معمل ما ثلج وعلى ما ترتب الامور ونطلع يعني عقبه دواء خوش زين وين تاخذ زين شلون تاخذ يعني شنو تاخذ زين شلون تاخذ زين وحيدر ما يعوفها يعني صعب الموضوع هو بس باكر واحنا نرتبها هنا هسه جاي نرتبها بوي اسمعني الله يخليك انت تدري كل زين حيدر ما يعوف لابني هسه لو السمه تنطبق على القاع لا 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 ابوي لا والله ابوي ما اصير خلينا احنا خلينا بترتيبنا ابوي حيدر انا خالد شلونك الله يحفظك الله يخليك خاله يتحملنا هاي الايام كلها ان هاليومين خليها يمي انا ما ارتاح يمي ومطمئن عليها هاي خوش تانيك دير بالك على نفسك احنا لا يضل بالك زيني يوصل لا يضل بالك يوصل ها بس شنو اخذها وياي سالفه هي هاي هسه والله ما اعرف شو اقول لك لا انا قلت لسد الموضوع ما يبي عيد لا والله الناس القريبة على حسب بعد روحي وايد على حسن وقاسم خذوا روحي خذوا روحي حسن قلبي يعني تأثر بيها الله يحفظك جرت موجود؟ جرت موجود ما شفتك بس ما شفتك هون أهمية وركزت عليك من صار بعد روحي ما بقصر ممنون منك أنا الله يحفظك نجم نشمي وقادم نفسيه الله يحفظك طبعا انت هنا باماننا بعد روحي واي شيء احنا خدام جواب ما اقصد لا العفو بعد روحي على الراس الله يحفظك خليني خرزة سبحتك يا سميع الرضا خليني أذكر
اسمعني بس اسمعني. لا جاي اقول لك بالناصريه. لا حبيبي انت مو بالناصريه. شنو مو بالناصريه؟ مو بالناصريه، انت انا قلت بسوق الشيوخ. واقول لك وين انت بحسنيه القربان، اسمعني. شبيك سامي يا سوق يا قربان شبيك؟ ناصر اسمعني، لا تبقون بالحسينيه اطلعوا هسه. شكو؟ التمين كل احنا انا وعمامي ال يعقوب وال التمين وجايين عليكم، اطلعوا لا تبقون بالحسين. تمام تمام ماشي ماشي. سمعتني؟ ماشي ماشي تمام. يلا تمام ماشي ماشي. حيدر خبرني سامي قال جايين عليكم يا ما جايين، قال لي انتم بالسوق بحسينية القربان واحنا كل احنا جايين عليكم آل يعقوب وفرج وكلهم ما ادري شو يا ولد. دقيقه دقيقه يا ولد، لا تصير هوسه يا ولد. دقيقه دقيقه قال لي جايين عليكم. والله والله ما حد يقدر بس دقيقه خابر سيد قائد. شنو هو الشيطان؟ ان الشيطان شكل الى وجود صورة حيوان، ان الشيطان يتصور كصورة. الموت صار عور.